السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي. عدنا تاني ومع الحلقة الرابعة. النهاردة الكلام عن ديفايس جديد اعتمد على نفس الايديا اللي اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، وهي ان all points on the same horizontal level at the same liquid have same pressure. وقلنا ان كانت الايديا بتاعت 3 ديفايسز ناقشنا الحصة اللي فاتت او السيشن اللي فاتت. جهاز من ضمن هذه الأجهزة الثلاثة وهو اليو شيبد تيوب. النهاردة بنناقش ديفايس مهم جدا جدا برضو بيزد على نفس الايديا، اسمه الميركريك بارامتر، وده اخترعه راجل إيطالي اسمه جوليان تورشيلي. كان بيشغله جدا ان احنا دلوقتي واحنا ماشيين مش حاسين بأي بريشر علينا، يعني أنا شخص عادي كده بتحرك مش حاسس بأي حاجة بتضغط عليا. لا، هو حضرتك عليك بريشر بس أنت مش حاسس بيه، اسمه اتموسفيريك بريشر، يعني ضغط الهواء. الإير له بريشر وبريشر شديد جدا، وهنعرف نحسبه إزاي كمان. لكن اللي مخلي حضرتك مش حاسس بأي بريشر ديفرنس ان اللونجز جوه مليانه بريشر تحت نفس البريشر، يعني الاير بريشر جوه الاير اللونج عند اللونجز بتاعتك قد الاتموسفيريك بريشر اللي بره، فبريشر جوه جسمك قد البريشر بره، فانت مش حاسس بفرق. لكن لو حضرتك طلعت طياره او رحت مكان فيه بريشر منخفض او بريشر اعلى هتحس بفرق الضغط، هتحس بحاجه بتطبق على صدرك او في مشكله. ده نتيجة التغير في البريشر ديفرنس جوه جسمك وبره جسمك. جسمك متظبط، ربنا خلقه على 1 اتموسفيريك بريشر، يعني قد الاتموسفيريك بريشر مرة واحدة. لو اللي بره انخفض عن كده بقى 0.8 مثلا ممكن يحصل اكسبلوجن للرئتين، العكس لو زاد ممكن عظم صدرك يتكسر. تخيل بقى انت كل الفرق ده انت مش حاسس بيه لمجرد ان ربنا عمل لك بالانس ما بين جوه وبره جسمك. طب يعني هو الهواء بيضغط؟ اه بيضغط. لو تعرفوا ان الاتموسفيريك بريشر احنا عايشين في الاير ومغطاه بكفر، زي ما يكون كفر ازاز كده حوالين الكره الارضيه، بيمتد حوالي 300 كيلو متر من سطح البحر في جميع الاتجاهات حوالين الارض، بيحبس جواه اير بضغط معين. الاير بالكوكتيل بتاعه انتوا عارفينه بقى، الجازس اللي موجوده اكسجين نيتروجين كربون هيدروكسيد انرت جازس اند سون، كل هذه الجازس ميكسد مع بعض كونت حاجه خليط اسمه الاير. هذا الاير له ضغط معين. الضغط ده فكر جوليان تورشيلي انه يقيسه، فجاب عباره عن كونتينر ملاه ميركوري، وجاب تيوب طولها متر وملاها برضو ميركوري، وعمل انفرت للتيوب جوه حوض اللي مليان او البسين المليان بالميركوري، لان عمود الميركوري بدا يحصل له دروب لغايه ما نزل بارتفاعه 76 سنتيمتر بالظبط. ويعيد التجربه مره واثنين وثلاثه، لان هو بيقف عند الحته دي. قال ايه اللي بيخليه يقف عند الرقم ده بالذات؟ فما عملنا الرول بتاعتنا الخط الهوريزونتال كل الايه البوينتس عليها نفس البريشر. طب اللي بيضغط في التيوب هو عمود الميركوري اللي ارتفاعه 76 سنتيمتر، اما الجزء اللي بره مين اللي بيضغط عليه؟ هو الاير. فقال يبقى عمود الاير كله يوازن عمود الميركوري قده بالظبط، اذا ده بيولد بريشر قد ده. طب عمود الميركوري عنده هاي دينستي، الدينستي بتاعه الميركوري 13600 13600، الهواء الدينستي بتاعته 1.25، فيعني تقريبا ده قد ده 13000 ونص مرة. فبالتالي ده هيتراعى في الطول، كل ما الدينستي قلت الطول زاد، فعمود الهواء هيبقى بكل طوله وكل ارتفاعه ها يوزن قد عمود الميركوري اللي ارتفاعه 76 سنتي. من هنا جه البارومتر علشان يقدر يقيس الاتموسفيريك بريشر، اللي تم تعريفه على انه هو the weight of air column of unit cross section area extending from the sea level to the end of atmosphere or the force exerted by the air column normally on the unit area of the Earth's surface as a sea level, or definition ثالث مش موجود في السلايد، the weight of mercury column of unit cross section area and has length 76 centimeter acting on unit area at a point. كل دي تعريفات للاتموسفيريك بريشر اللي كان اول حد يكلمنا عنه جوليان تورشيلي.
تعالوا ننقل مع بعض في السلايد الثانية على ازاي تورشيلي قدر يقيس الاتموسفيريك بريشر ويطلعه برقم. فده الشكل اللي انتم شايفينه، ده بيبين التيوب اللي انا كلمتكم عنها والميركوري اللي فيها، وان ارتفاعه 76 سنتيمتر، وان اللي بيضغط على البوينت A هو الاتموسفيريك بريشر PA، بينما اللي بيضغط على البوينت B جوه التيوب هو البريشر اوف ميركوري كولم. اما في الفاكيوم اللي فوق فلا يوجد بريشر، جاست ذا فيبر اوف ميركوري، وده البريشر بتاعه زيرو. يعني الفاكيوم تورشيلين فاكيوم اللي احنا سميناه تورشيلين فاكيوم لا يحتوي على اي بريشر، البريشر فيه ايكوال زيرو. خلي بالكو اسئله زي كده ممكن تجي لحضرتك تشوز ان في تورشيلين فاكيوم في البارامتر البريشر هيكون ماكسيمم مينيمم ايكوال الاتموسفيريك بريشر ايكوال زيرو، طبعا الاجابه هتكون ايكوال زيرو. فانا حتى اعملها لكم بلون مختلف، تورشيلين فاكيوم اوف زيرو بريشر. فقال لي طبعا حضرتك هتساوي لي الاثنين بريشر ببعض، الاتموسفيريك بريشر هيتساوى بالبريشر بتاع الميركوري، فيبقى رو جي اتش. لما نيجي نحسب الحسبه بتاعتنا الناتج هيطلع عند حضرتك ان هو 1.013 في 10 باور 5 باسكال او نيوتن بير متر سكوير. هنا زي ما قلت لكم تعالوا نشوف السلايد اللي جايه عن الميجرنج يونتس بتاعتي. هلاقي ان في نوعين من اليونت، نوع يعرف باسم الاس اي يونت او الانترناشنال يونت، وده قد يكون نيوتن بير متر سكوير او باسكال او جول بير متر كيوب او كيلو جرام متر سكند نيجاتيف 2، ولو رقم ثابت اللي هو 1.013 في 10 باور 5 باسكال، يبقى ده الانترناشنال يونت اوف بريشر. 1.013 10 باور 5 باسكال او جول بير متر كيوب او نيوتن بير متر سكوير او كيلو جرام بير متر سكند نيجاتيف 2، ودي اسمها الانترناشنال يونت اوف بريشر. اما النون انترناشنال يونت فعندنا الاي تي ام اللي هو اختصار لكلمه اتموسفير، فضغط الهواء الجوي يساوي 1 اي تي ام. لو حضرتك بتملى كاوتش العربيه بتاعتك بتقول للراجل اظبطها لي على 30 او 35، ايه 30 او 35؟ 30 ضعف الضغط الجوي يعني 30 اي تي ام، 35 ضعف الضغط الجوي يعني ضغط الهواء اللي جوه التايرز greater than الاتموسفير العادي 35 مرة. ايضا في وحدة قياس تانية اسمها البار، ودي بتساوي 1.013 بس من الاتموسفير. وفي وحدة تانية اسمها سنتيمتر اتش جي، ودي 76 سنتيمتر اتش جي، وايضا تساوي 760 مليمتر اتش جي او تور. تور اختصار لكلمة تورشيلي، فاخدوا منه او الجزء ده من اسمه سموه تور. يبقى في عندي الاي تي ام والبار والتور والسنتيمتر اتش جي، دي برضو اربع وحدات متساويه بس كل واحد برقم مختلف عشان اليونت مختلفه. فبعد كده هيبقى في كونفرجنز وازاي نحول من واحده للثانيه. اخر بوينت عايز اقولها في كلامي عن البارامتر، ازاي نستعمل البارومتر ايضا في استخدام اخر غير ان هو يقيس لنا الاتموسفيريك بريشر، وهو ان هو يقيس لي الهايت اوف بيلدينج. To find the height of building of mountain the following relation is used. دلتا اتش اللي هو فرق الريدنج، انا هجيب البارومتر احطه عند الجراوند بتاع الماونتن واشوف الريدنج بتاعته، واخده واطلع بيه فوق الجبل واشوف الريدنج بتاعته. اكيد لما بطلع فوق الهايت بتاع الميركوري هيحصل له دروب فهيقل، فالدلتا اتش اوف ميركوري هو فرق الريدنج تحت وفوق، وتحت اكبر من فوق. يعني هنعمل الريدنج تحت ماينص الريدنج فوق، زي ما انا كاتب لكم في اخر السلايد تحت ان دلتا اتش هي اتش 1 ماينص اتش 2. اتش 1 ريبريزنت ذا ريدنج اوف بارامتر ات ذا جراوند اور سي ليفل، وايل اتش 2 ذا ريدنج اوف بارامتر ات ذا توب اوف بيلدينج ويتش ديزاير تو بي ميجرد equals ال H بتاعت الماونتن مضروبة في ال density بتاعت ال air. يبقى أنا عندي الرول بتاعي delta H mercury through mercury equal H mountain through air
الرول ده هوت يا جماعه مش هتلاقوه بالوضوح ده هوت في اي مكان تاني. وده بيساعدني في ان انا اقيس الهايت اوف اني بيلدينج. وزي ما قلت لكم الدلتا اتش للمره الاخيره هي اتش 1 ماينص اتش 2. بكده يبقى اتكلمنا النهارده عن البارومتر، وهو تاني ديفايس في الاجهزه اللي اعتمدت على فكره all pressure at the same point have on the same level have same pressure. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه والكلام عن الجهاز الثالث وهو المانومتر. لغايه ما نلقاكم على خير ان شاء الله، ارجو ان احنا نكون افدناكم في الحلقه دي. مع السلامه.